أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. الحب درجات كثيرة، بعض درجات الحب العالية جدا الشديدة جدا تجعلك أنت المحب، لا تريد أن يعرف محبوبك الألم الذي تعاني أنت منه والمصيبة التي وقعت عليك، لكي لا يتألم محبوبك. الشخص في هذه المرتبة يحاول أن لا يعرف محبوبه المصيبة التي هو ابتلى بها لكي لا يتألم، وإن عرف مصيبتك تحاول أن تخففها على قلبه. هذه مرحلة من المراحل العالية جدا من الحب. أحيانا الأم الحنون جدا أحيانا تكون هكذا، تصاب بمصيبة كبيرة تحاول أن تخفي مصيبتها عن محبوبها، عن أولادها، عن ابنها، عن ابنتها. لماذا تخفي؟ لأنها تكره تألم ذلك الابن أو تلك البنت. وإن علم ذلك الابن أو تلك البنت مصيبتها تحاول أن تخففها عليهما. ليس مهما، لا ما صاير شيء، رغم كون المصيبة مصيبة صعبة. أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله الشريف تعرض لوعكة صحية، فأدخل إلى غرفة العمليات لإجراء عملية صعبة في وقتها، عملية خطرة
كان من الممكن أن تؤدي هذه العملية بحياته، ولكنها كانت ضرورة. وكان معه أحد أبنائه، طبعا الابن يرى أباه في هذه الحالة الخطرة، كيف يكون حال الابن؟ مذهول، متألم، فكره ليس معه. فالتفت الأب إلى حالة ابنه، قال له: ما بك؟ إما أخرج من العمليات سالما أو أموت، إذا مت هذه حالة طبيعية، هذا وضع الدنيا، الناس يموتون لا يبقون أحياء إلى آخر الدهر، وإن خرجت سالما فالحمد لله. لماذا هكذا مدهوش؟ هو الآن يتعرض لوعكة صحية شديدة، هو حالته خطرة، هو من الممكن أن يكون بعد ساعة بعد ساعتين ميتا. المفروض يكون يفكر في نفسه، لا، لحبه لذلك الابن لا يريد أن يرى عليه ألم المصيبة أو ألم الحال التي هو فيها. عاشوراء هذه السنة ظاهريا انتهت، ولن تنتهي، لا أقول لا تنتهي، لن تنتهي عاشوراء إلى آخر الدنيا، ولن تنتهي مصائب عاشوراء، ولن تنتهي عجائب عاشوراء. من عجائب عاشوراء أن أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عليهم السلام كانوا قد بلغوا درجة عالية من هكذا حب. لمولاهم سيد الشهداء صلوات الله عليه. الحب الذي يجعل الشخص لا يفكر في نفسه، نهائيا لا يفكر في نفسه. الحب الذي يجعل الشخص غافلا عما يدور حوله ويفكر في محبوبه فقط. شيء عجيب، حالة عجيبة، عجيبة ليست قليلة النظير، لا نظير لها. هذه تعتبر من، قد تكون من استثنائيات عاشوراء أصلا بهكذا حجم. ولذا ترى في أشد الحالات، في أشد المصائب، أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفكرون في أنفسهم، في أشد المصائب التي كانت تسقط عليهم وتنزل عليهم كانوا يفكرون في مولاهم صلوات الله عليه. نماذج قضية عاشوراء في هذا الجانب كثيرة كثيرة. نحن نسمع قضية عاشوراء بعنوان مصائب، أو البعض بعنوان تاريخ. كثير من الناس لا ينتبهون إلى العجائب الموجودة في هذه القضية. مثلا نماذج كثيرة جدا، مثلا العباس عليه السلام، العباس رأى أصيب بما أصيب به سيد الشهداء من، لا أقول بتلك الدرجة، ولكن رأى مصرع الأصحاب، مصرع الأقارب، مصرع إخوانه. آخر شخص تعلمون، آخر شخص ممن ذهب إلى الميدان هو العباس عليه السلام قبل الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه.
ورد في المقاتل، الخطباء الكرام يعرفون هذا الشيء، العباس عليه السلام جاء إلى أخي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، استأذن منه للقتال. في بعض المصادر فبكى الحسين بكاء شديدا. العباس رأى هذه الحالة من سيد الشهداء، انصرف، رجع، عاد إلى ترتيب الأوضاع. في المرة الثانية جاء إلى سيد الشهداء وقال له كلمة أذن له الحسين صلوات الله عليه أن يأتي للأطفال العطاشة قليلا من الماء. ماذا قال العباس؟ تعرفون، أنتم حضرتم مجالس تعرفون هذا الشيء. قال: يا أخي، قد ضاق صدري وسئمت الحياة، سيد الشهداء يعرف العباس لا يقول إلا الحق لا يبالغ، لماذا العباس قال هذه الكلمة لأخيه؟ ليخفف مصيبة استشهاده على قلب الحسين. هو رأى هكذا حالة من أخيه، بمجرد أن استأذن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بكى بكاء شديدا، هذا نص العبارة. فإذا استشهد ماذا يحدث بالحسين؟ قال له: سئمت الحياة. حتى أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عندما يستشهد العباس يرى أنه قد نجى العباس من ألم شديد، وهذا الألم بيانه واقع. هنا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أذن له أن يطلب للأطفال قليلا من الماء. الأعجب، ما شاء الله، أنا لا أنقل شيئا لا تعرفونه، إنما أريد أن أركز بعض النقاط، أركز على بعض النقاط. العطش الذي كان يعاني منه العباس عليه السلام، طبعا تعلمون بصورة عامة الكبار لفترة أطول ما شربوا الماء، تركوا جزءا من الماء للأطفال. الأطفال، لا أريد أن أقرأ المصائب، وإن كانت هذه مصائب صعبة، بعضهم أشرف من شدة العطش على الموت. الكبار ماذا حدث بهم؟ وهم لم يشربوا الماء لفترة أطول، وهم قاتلوا العباس كم مرة دخل إلى الميدان دفاعا أو قتالا. هذه في المرة الأخيرة كانت هكذا. كم كانت درجة العطش في قلب العباس؟ الله يعلم، الله يعلم. وصل إلى الماء. من في هكذا ظرف يتذكر شيء آخر غير شرب الماء؟ العباس ماذا تذكر؟ يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني. هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. أية نفسية هذه؟ هذا أي حب؟ اصنع، لا أقول مثل هذه الحالة، جزء من هذه الحالة. الشخص ينسى كل الناس، ينسى كل شيء، لا أقول كل الناس، ينسى نفسه بهكذا درجة من العطش. يأتي إلى الماء، الماء يكون بين يديه، يتذكر إمامه في هذه الحالة؟ لا يتذكر أي شيء أصلا. المصيبة التي تلتها، والله لا أريد أن أذكر مصائب، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. في هكذا حالة يمكن شخص قبل لحظات أصيب بهكذا مصيبة مؤلمة، مؤلمة جسديا، مؤلمة نفسيا،
وعن إمام يفكر في إمامه؟ أصلاً ممكن أصلاً؟ هذا أي حب؟ أي درجة من درجات الحب هذا؟ نموذج آخر علي الأكبر سلام الله عليه، وهذا النموذج ليس أقل عجباً وغرابة من نموذج عمه العباس سلام الله عليهما. هذا الشيء ذكرته لكم قبل سنوات على ما ببالي. علي الأكبر عليه السلام جاء إلى سيد الشهداء ظاهرياً طلب منه الماء، قاتل ثم رجع. لماذا طلب الماء؟ ركزوا في القضية، دققوا في القضية. طلب الماء لكي يخفف على أبيه استشهاده. هو يعرف كم الإمام الحسين يحبه. الحب لم يكن حب أب لابنه فقط، حب عظيم. يعرف قيمة علي الأكبر. علي الأكبر كان يعرف بوضوح أنه لا توجد قطرة ماء في القيام. لماذا طلب من سيد الشهداء ماء؟ وبعبارة مفجعة جدا، وهذه العبارة عبارة حقيقة ليست مبالغة. العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني. عندما يقول العطش قد قتلني حقا يقول، يعني أشرف على الموت من شدة العطش. هذا واقع. لماذا طلب من سيد الشهداء الماء؟ علي الأكبر ما كان يعرف أنه لا توجد قطرة ماء في القيام، كان يعرف بوضوح. البعض يقول لعله كان يريد أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يصنع معجزة. أبدا. علي الأكبر مستواه جدا عظيم، جدا جدا عظيم، يعرف حدود الأشياء، يعرف أن هذا الظرف ليس ظرف معجزة. ثم لو كان يريد أن يحصل على الماء بإعجاز هو كان يتمكن أن يصنع. علي الأكبر ما كان يتمكن أن يوجد الماء بإعجاز. من لم يكن في مقام مثل مقام علي الأكبر يتمكن أن يصنع مثل هذا الصنيع. بعض الأتقياء كان يتمكن أن يصنع مثل هذا الصنيع وقد صنع، فكيف بمقام علي الأكبر؟ علي الأكبر ما كان يتمكن أن يوجد الماء بإعجاز، بكل سهولة كان يتمكن. ثم لو فرض أن علي الأكبر لا بإعجاز وصل إلى الماء، كنت تتوقع أن يشرب الماء وأبوه عطشه؟ هو عديل عمه، في وزنه الإلهي، في قيمته عند الله عز وجل. العباس أشرف على الماء ما شرب، علي الأكبر لو كان يشرف على الماء ما كان يشرب قطرة من الماء. فإذن لماذا طلب الماء بهذه العبارة؟ هو يعلم وقع مصيبته على قلب أبيه، يريد أن لا يتألم أبوه. عندما يصاب سيد الشهداء باستشهاد علي الأكبر لا يتألم، يريد أن يخفف المصيبة. أبا أنا عطشان، أنا أكاد أموت من العطش، الموت راح لي. يريد أن يخفف الألم على قلب أبيه ومولاه سيد الشهداء. ولذا يقول، يصف له حاله، حالته الحقيقية التي بالفعل نزلت به من شدة العطش. والأدهى من ذلك، عفواً أقرأ بعض المصائب، عفواً مؤلمة ولكن دققوا في هذه المصائب. علي الأكبر نزلت عليه بلايا عديدة، استشهاده كان بطرق عديدة معاً اجتمعت عليه. طعن في ظهره حتى بلغت الطعن إلى قلبه، ضرب على رأسه بالسيف. ثم هذه الكلمة تعرفونها، أخذته الفرس إلى الأعداء فقطعوه بالسيوف.
إخواني في الساعة الأخيرة يعني اللحظات الأخيرة نادى السلام عليك يا أبتي، هذا جدي المصطفى قد سقاني بكأسه الأوفى. بالله عليكم شخص تنزل عليه هكذا مصائب يفكر أن يبرد ألم المصيبة على قلب أبيه؟ في هكذا حالة يقول هذا جدي المصطفى قد سقاني بكأسه الأوفى؟ أبا يا حسين لا تكن حزينا، أنا سقيت. في هكذا حالة يفكر في قلب سيد الشهداء، في مصيبة سيد الشهداء، أي حب هذا؟ أين تجد مثل هذا الحب؟ الإنسان يجرح جرحا عميقا لا يتمكن أن يفكر في شيء أصلا من شدة الألم، نفس الألم. هكذا آلام تنزل عليه، هذه الكلمة قالها في آخر لحظة. مثل هذا الحب تعرفون في تاريخ البشر؟ لعلك تقول هؤلاء أهل بيت الحسين هؤلاء نمط ثاني من الخلق أصلا، من عظمة الخلق. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول ما لهم في الأرض شبيه، أو في بعض النسخ شبيهون. هؤلاء كانوا في درجة جدا جدا عالية أصلا لا تتصور. هذه عبارة الإمام الرضا صلوات الله عليه، ما لهم في الأرض شبيه أو شبيهون. فهؤلاء كانوا بهذه الدرجة من المعرفة بإمامهم، من إدراكهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ليس مجرد درك تكليف، درك تفاني أصلاً لا قيمة له أصلاً أمام مولاه. هؤلاء هكذا كانوا، لا فقط هؤلاء كانوا، فقط أصحاب أهل بيت الإمام الحسين 18 الذين استشهدوا من أهل بيته بين يديه، لا بقية أصحاب الإمام الحسين هكذا كانوا. اقرأوا تاريخ كربلاء، عجيبة حقيقة، القضايا عجيبة. نقلت لكم قبل أيام قضية ذلك الذي استأذن الإمام عليه الصلاة والسلام أحد أصحاب الإمام الحجاج بن مسروق الجعفي، هذا أحد أصحاب الإمام سيد الشهداء الذين استشهدوا بين يديه. استأذن من الإمام عليه الصلاة والسلام، أذن له، ذهب قاتل، بعد ساعة رجع وهو مخضب بالدماء، الدماء تسيل من كل جسمه، طعنات ضربات من السيف. رجع إلى سيد الشهداء ليقرأ له أشعار عاطفية. قال له، قرأت لكم قبل أيام، قال له فدتك نفسي هادئا مهديا، وهو مخضب بالدماء، الدماء تسيل منه. هذا الذي أقول كل فكرهم كان عند سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كل همهم كانت عواطف الإمام الحسين، أبيات جدا عاطفية تعرفونها. فدتك نفسي هادئا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي، ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. قرأ للإمام أشعار، أبيات، عواطف. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له نعم، وأنا ألقاهما على أثرك. قرأ هذه الأبيات ثم ذهب مرة ثانية في وسط القتال. وسط القتال يعني ماذا؟ هو وعبده كان قد ذهب، يعني محاطون بمجموعة من الأعداء، هذا يريد أن يقتله بالسيف، ذاك يريد أن يطعنه بالرمح، حرب. في وسط الحرب يتذكر، يرجع يقرأ أشعار لسيد الشهداء، ثم يعود إلى ميدان القتال وقاتل حتى قتل سلام الله عليه. إنسان في وسط الحرب يتذكر شعر عاطفي يقوله لمولاه، هذا فكره أصلا في حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فكره كيف يهيئ أجواء لا أقول لتحمل،
لتخفيف المصيبة على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. أحدهم عندما سقط وهو ينزف في ساعته الأخيرة جاء إليه سيد الشهداء قال: أوفيت يا ابن رسول الله؟ الإنسان في تلك اللحظة يفكر هكذا تفكير، لحظة الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم آخر لحظة جدا صعبة، حتى لو لم تكن صعبة كعذاب بالنتيجة شيء كبير، الإنسان ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم ثاني. هذا الشخص الذي ينتقل عينه لا ترى أصلا أطرافه، أذنه لا تسمع، الإنسان الطبيعي هكذا في الحالة العادية، في حالة الموت العادية، فكيف في حالة حرب ينزف؟ يعني آلام جسمانية، يعني آلام نفسية من هؤلاء الأعداء الذين صنعوا. الإنسان الذي يطعن غضبه يكون في درجة جدا عالية، درجة الغضب في الحرب درجة جدا عالية، يعني مشكلة نفسية ومشكلة جسمانية، مشاكل آلام. هذا الشخص أصلا عينه ترى حوله، أذنه تسمع، أصلا هذا الشخص المفروض لا يفهم أي شيء في ساعته الأخيرة، في اللحظات يعني الثواني الأخيرة. لا، أصحاب الإمام الحسين ما كانوا هكذا، إلى اللحظة الأخيرة كل فكره هذا مولاه، يقول: أوفيت؟ مسلم بن عوسجة، هذا الشيخ الكبير الفقيه العظيم، سقط ونزف الدم قد أضعفه، ناهيك عن الآلام، مشى إليه سيد الشهداء مع حبيب ابن مظاهر، فلما رأى حبيب والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال، موجود هذا في كتب المقاتل، خاطب حبيب قال: أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تقتل. في هذه الساعة الشخص يفكر هكذا يوصي؟ في كتاب الوصية، في كتاب الطهارة بمناسبة بحث أحكام الأموات، الفقهاء يذكرون المفروض أن الإنسان يوصي من قابل. في تلك الساعة لا يتمكن أحد أن يوصي بشيء لأنه لا يفهم، لا يدرك الإنسان، ولذا تجب الوصية، الوصايا الواجبة طبعا من قابل. الإنسان يرجع الوصية إلى الثواني الأخيرة من حياته، من يتمكن أن يوصي؟ لا، مسلم بن عوسجة في اللحظة الأخيرة أيضا عينه ترى الحسين، قلبه مع سيد الشهداء، يوصي بسيد الشهداء: أوصيك بهذا، وأشار إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، قاتل دونه حتى تقتل. هذا الحب موجود أصلا. وهكذا هذه ذكرت لكم نماذج عندما تسمعون مصائب أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، دققوا ترون النماذج كثيرة جدا في أصحاب الإمام الحسين. أصحاب الإمام الحسين بالفعل ما كان لهم أي شيء في الدنيا إلا الحسين، إلا التخفيف على مصائب سيد الشهداء. مصيبتهم الكبرى كانت مصيبة الحسين، أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مصاب بهم، أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام متألم بسبب شهادتهم، هذه كانت مصيبته. نقرأ الآية: النبي أولى. أولى نفسرها أولى تكليفا، يعني أنت اعتبر نفسك لا قيمة لك أمام النبي صلى الله عليه وآله، أولى بك من نفسك، هذا تكليف. لا، القضية ليست فقط تكليف، إدراك هذا المعنى. أصحاب الإمام الحسين أدركوا هذا المعنى. لا تستغرب أن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه لا يوجد خير من هؤلاء، لا يوجد خير من هؤلاء، لا يوجد في كل التاريخ، لا يوجد.
أني لا أعلم إذا سيد الشهداء قال لا أعلم. هذا الفقهاء في الأصوليون في كتب الأصول بمناسبة بحث البراءة هناك يذكرون هذا المعنى. إذا المعصوم قال لا أعلم يعني لا يوجد، لأن المعصوم يعرف ما كان ما يكون ما هو كائن. لا يوجد أصحاب خير من هؤلاء، إنما الثاني أصلاً كانوا هؤلاء. عاشوراء لا تنتهي ولن تنتهي عجائبها، وعاشوراء لا تنتهي ولن تنتهي إلى آخر الدنيا الأسوة فيها. يعني نحن نكون مثل هؤلاء؟ لا، أنا لا أتوقع ولا أحد يتوقع أن نكون مثل هؤلاء، ولكن نتأسى بهؤلاء. هذا يتوقع؟ نعم يتوقع. لا أقول يتوقع، الله عز وجل يريد منا هذا الشيء أصلا، أن الإنسان يتأسى. آخر ما أفكر فيه نفسي إمامي أول شيء. روح الإنسان تكون مع الإمام، فكر الإنسان يكون مع الإمام، حب الإنسان يكون للإمام. صعب هذا شيء صعب؟ نعم أعرف درجات منه صعبة، درجات منه صعبة جدا، ولكن هذا معناه أن الإنسان لا يتأسى. أنا لا أتمكن أن أكون مثل مسلم بن عوسجة، حاشا لله مستحيل. لا أتمكن أن أكون مثل حبيب، مستحيل أكون مثل حبيب، ولكن لا أتمكن أن أمشي في طريق حبيب سلام الله عليه، في طريق مسلم بن عوسجة سلام الله عليه. ما أتمكن أن أمشي في هذا الطريق، وأتمكن أن أمشي شيئا فشيئا، خطوة خطوة، يتمكن الإنسان أن يوجد بعض هذه الدرجات، بعض للدرجة العالية القمة، بعض الدرجات ممكنة. مشاكلنا إحدى أهم أسبابها مشاكلنا الدينية، قصدي أي مشكلة دينية، إحدى أهم أسبابها أننا نرى لأنفسنا قيمة أمام مولانا. هذا الشيء يلزم أن يضعفه، هذا الغلط يلزم أن نقلله في نفوسنا. أمام الإمام لا قيمة لي أنا، أمام إرادة الإمام، أمام حب الإمام، أمام حب هذه الحالة التي كانت في أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام درجة منها، أمام حب أن لا يصاب الإمام من جهتي. إذا أنا ارتكبت عملا خاطئا مولاي يتألم قلبه. الذي يدرك هذا المعنى ويحب الإمام يحاول أن يبعد قلب الإمام عن أي ألم بسببه، بسبب الإنسان نفسه. لا أقول ذنوب، أقل من الذنوب لا أقبل. إذا كنت في درجة من هذه الدرجات، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث مفصل يصف أصحاب الإمام بقية الله أرواح العالمين له الفداء. في مقطع، في عبارة واحدة، جملة واحدة، يقول من جملة أوصافهم يكفونه ما يريد. كم العبارة جميلة. أصحاب الإمام الحجة أرواح العالمين له الفداء لا ينتظرون أوامر من الإمام، يكفونه ما يريد. بعضنا ينتظر الأمر، بعد الأمر يفكر يطيع أم لا، وقد يخالف الأمر أصلا والعياذ بالله. أوامر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أوامر الإمام، أوامر آبائه الطاهرين صلوات الله عليه. أصحاب الإمام لا يكفو، هذا نص العبارة، يكفونه ما يريد. هم قلوبهم قريبة، يعرفون ما الذي يريده الإمام، خلاص يكفونه بمجرد ما يعرف أن الإمام يريد شيئا، لا ينتظر أمرا.
لن تنتهي عاشوراء، ولن تنتهي آثار عاشوراء، ولن تنتهي الأسوة في عاشوراء. الذي وفق للخدمة في هذه العشرة هنيئا له. القضية ليست في العشرة، الشعائر خدمة عظيمة جدا جدا، ولكن القضية لها أبعاد ثانية غير الشعائر أيضا. الشعائر جزء من إظهار الحب، جزء عظيم، جزء له قيمة كبيرة. الحب هو يلزم أن يصعد، التوابع الآثار لهذا الحب تظهر بصورة عفوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من خدمة الحسين، أن لا يحرمنا من زيارة الحسين، أن لا يحرمنا في الدنيا والآخرة من شفاعة الحسين. اللهم زد في قلوبنا حب الحسين وحب أوليائه، زد في قلوبنا بغض أعداء الحسين، زد في قلوبنا حب زيارة الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم بحق الحسين عجل فرج مهدي آل محمد.